الآن جاء موعدنا مع أخبار الطقس وبيان درجات الحرارة. ومرة أخيرة مع رجاء رمزي. إليك رجاء. شكرا ريهام. شكرا أدا. مشاهدينا، توقعات خبراء الطقس نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس لطيف نهارا على الخير الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 22، الصغرى فيها 15 جو معتدل، الإسكندرية 21-14، مطروح 19-14، بورسعيد 21-16، الإسماعيلية 22-14، محافظة السويس العظمى فيها 22، الصغرى 14، العريش 20-14، طابة 21-15، شرم الشيخ 26-18، الغردقة 25-16، أما محافظة الأقصر العظمى فيها 26، الصغرى فيها 14، أسوان 27-15، الوادي الجديد 26-11، شلاتين 28-22، حلايب 26-2. ونستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع.